سمعتي عن المنظومة الجديدة اللي هنحضر فيها ساعة الدقيقة؟ لا مش سمعت. أنا دقيقة واحدة بس عشان أخد شغل. ماشي، فما عادش دقيق مدعم عشان ما يتسرقش. أيوه، عايز تعرف الدقيقة بتسرق إمتى؟ تعالى الساعة 6:30. معلش ما سامحني، هو حرره، هو استنى دقيقة واحدة بس. الساعة 6:30 الصبح تشوف الفضايح والسرقة ويطلع أكتر من 50 شوال بيتسرقوا. استنى يا عم الحاج، استنى دقيقة واحدة، دقيقة واحدة. سيبها تقول لي يا عزيزي. الساعة 6:30 تعالى في فرن تان في ابراهيم بيه، اقسم برب العزه. فين ابراهيم بيه ده؟ تعالى انا اوريها لك. بس الحياه بس انا ما تقولش ان انا دلل يا جدعان، استنوا لازم اروح فرن ابراهيم بيه. لا ده مش فرنه واحده يا باشا، اكتر من اربع كل الطوابين هنا. حاضر. استنى بس عشان ريحه الشغل، الله يخليك، اكتر من اربع تفران والله. ده الشغل ده؟ لا ريحه الشغل بس انا متاخره. لا انا بركب الساعه 9 بس ما صدقت لقيت الباشا، قلت لازم اكلمه. ده المطحن اللي مربوط عليه المخابز اللي احنا زرناها من شويه. كان في مواطنه بتقول لي بتشتكي من نوعيه الدقيق. المطحن النهارده اجازه بس هنشوف الدقيق اللي هو متخزن فيه اللي انتجه قبل كده، يعني ناخد نبص كده على كذا عينه كده نطمن ان زكاه الجوده مناسبه ولا لا. قمح ورد ودخاله ودي